مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة موروكان كار درايفر. اليوم تيست ديال واحد العلامة عريقة بورش 911، من أول جيل ديالها كانت من أحسن السيارات الرياضية، وهما على كل جيل وغادين وكيبدعوا. الظهر الخارجي ديالها مختلف على الجيل السابق. الاضواء الاماميه فيهم ثلاثه ديال الانواع: ليد لايت، فول ليد لايت، وماتريكس ليد لايت. هذا الموديل تنسوقو فيه ماتريكس ليد لايت، بحال اللي خارج نيت في باناميرا هذه جديده. الجوانت فيها القدام 20 واللور 21، ومن اللور المظهر ديالها تيبان لك بانها كاريرا، وعاد زادوا داك الخط ديال ليد عطاها واحد الجماليه. سبويلر كبير فيه وقيلة متر ونص، هو كيخرج إما كتحكم به من الشاشة إما على حسب السرعة اللي غادي بها نتايا. وكاين واحد الفتحات اللور تمام كيدخل الهواء اللانتير كولر باش كيتبرد وكيمشي للمحرك. وبلاصة هذيك البلاصة نعطيكم واحد التيتاي، كاين هذوك الخطوطة اللي كاينين كتحسب كاينين تسعود، وهذوك الجوج هي بحال قلتي 11، هي 911. وإلا حسبتي هذوك الخطوط عاوتاني من تمجيه اخرى هي 9 و9 وجوج، هي 992 الموديل ديالها. شوف بورش فاش فكروا هاد لي ديتاي. المحرك ديالها 3 لتر فلات 6، فيه توين توربو، فيه 450 دالخيل، وفي الكوبل عزم الدوران 530. لا بواط فيتاس ديالها بي دي كا اسرع بواط في العالم تقريبا، عندك سرعه خياليه باش كيدوزوا لي رابور، فيها 8 ديال لي رابور. نديرو واحد لاكسيليراسيون عرفتي خيالية باش كدوز. عرفتي خيالية باش كدوز، وفيها الكوبل عرفتي راه كتقيس لاكسيليراتور الطوموبيل كتجاوبك تمتم. المظهر الداخلي ديالها بقاو فيها دوك العدادات 5 بحال لي بورش القدام، الوسطاني فيه الار بي ام وفيه السرعه، والاخرين هما تيبقاو شاشات صغار فيهم بزاف ديال لي زانفورماسيون كيعطيوهم ليك. الشاشه الكبيره فيها 10 انش تاكتيل عاليه الجوده، وتعطيك تتحكم بزاف ديال الحوايج تقدر ديزاكتيفي لو مود ديال لي شابمون ديالها واش بغيتيه يسمع ولا لا. سبويلر باش كيطلع ديزاكتيفي ستاران ستوب، وتيبانو لك لي مود، ولي مود كيتبدلو هنا من حدا الفولون. انا درت مود سبور خيالية هاد السيارة، خيالية تمتم تتجاوبك تمتم. الرأي الشخصي ديالي في هذه السيارة، هي من أجمل السيارات الرياضية في العالم اللي خرجوا في 2019، ومن الخلف تنكلاسيها أحسن سيارة. أنا كتعجبني بزاف، أنا مولوع بهذه السيارة، الخلف ديالها تيعجبني بزاف، ما تتلقاش فاش ما بقيتش نعيب فيه. الداخل الفخامة، من برا الديزاين واعر بزاف، ما تتلقى ما تقول.
كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه ديال هذه السياره الرائعه، وكنشكروا بزاف المالك ديال السياره اللي خلينا عطانا الفرصه باش نجربوها ونوريوها لكم، وكنشكروا ليكيب ديال التصوير حتى هي ازيت برودكسيون. نخلي لكم انستغرام ديالهم باش تشوفوا الخدمه اللي تيديروا.